المعهد الذي أتحدث أمامه اليوم يتمتع بمكانة مرموقة ليس فقط في دولة الإمارات وإنما أيضا في العالم أجمع. هي أن الدول الوطنية المنفردة في أوروبا قد تعلمت بعد هذه الحروب الطاحنة تعلمت أن أفضل شيء للتعبير عن مصالحها هو مراعاة مصالح الجيران. لا يمكن أن يتم إلا بالربط ما بين الإجراءات العسكرية والمشاريع المدنية.